مرحبا بكم. اذا باش نواصلوا مع حكايات درويش للجاليه. اذا نرحب بي هشام درويش. مرحبا بك هشام، نورتنا. مرحبا بك، صباح الخير والخمير اللي يشوفوا فينا من المهجر، وان شاء الله يكونوا خفيف ظل بحكايه درويش ان شاء الله. محلى لبستنا التقليديه بيان سور. انت لابس وانا لابسه حاجات تقليديه محلى، وما انا نحتف زيدا كيف كيف اللي انا ماشي مناسباتيه كل يوم لبس التقليديه اكيد. المثل اليوم اش يقول؟ المثل اليوم حكايتنا اليوم اي المثل يقول هو موجرات العادة ألفا، كي يجيو نلقاو واحد ساكت ولا كلمة لا سلمة وهكا حد وحد رويحته نقولوا له اش بيك ساكت؟ انت ما وخذوا ردوا شارك الناس في أموالها، وخذوا كلمة واعطي كلمة وشارك الناس في أقوالها. أقوالها أي أي. والمثل هذايا فكرني في حكاية صارت علي حبيت نحكيها لكم. أيوه. هكا يرجع علمنا وخبرنا النهار وأنا ماشي لدار قريبي، استدعاني لما في داره. قلت بالك شتو نلقى الجو حافل وزازة كبيرة والدار تملى وتفرغ. لقيت الجو خانس. والحس بيت قلت قريبي بالك شي غلط في تاريخ اللمه؟ قال لي لا لا انت هو الصحيح. يا برا قلت نسلم على ولاده خليتهم صغار تو تبارك الله لقيتهم اطول مني. ايوه لكن الحس ديما بيت. قلت له لا 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 ثم حاجه اكيد ثم حاجه. اش بكم ساكتين لاباس؟ قال يسكت عليا تما عملت عمله وندمت عليها ناكل في صوابي عليها. ايوه قلت شنو لاباس؟ ما هو بعد ما مرجوني الاولاد مرجه كبيره شريت لهم اكل يسميه هواتف ذكيه ومريت من ذكاء. من وقتها ما عادش نشوف اولادي وغابوا علي. صحيح كل واحد صحيح. ولا شاد التركينه ويزابي بتليفونه بسبعه وقلش عليه يسبح. صحيح رجل في الشرق ورجل في الغرب وهو مش عارف روحه وين، تلقاه يدور من بر لبر وما يقعد في مخه حتى اثر. راني قريب ندخل ونخرج في الحله يوم انه منهار قص علينا ضو ساعتين. كل واحد خرج من تركينته مبجوع، هذا يروج على بركي والاخر يروج على وقيده والاخر يروج على شمع حاسيلو، ولينا نضحكوا ونلعبوا بروح خفيفه لين جاني ولدي قال لي يا بابا انت هكا زرت ناس طيبه وضامر ومحلاك. قلت واش خص كان ديما الضوء مقصوص مادام ما لقاني كان على 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 راحتي كان في ما شافني كان على حقيقه كيف الظلام. وروحت من دار نسيبي وانا في مخي برشا سؤالات، علاش وصلنا للدرجة هذه في القطيعة وسط العالم؟ أي شفت شفت وعلاش الطيار هزنا لبعيد؟ أي علاش في الدار ما نرجعوش نحكيو بعضنا ناخذوا كلمة ونعطيو كلمة؟ علاش ما عادش نربيو ولادنا على عوايد الصحيح؟ وكل وقت وقته تو نواكبوا تطور صحيح. أي أم لكن بعدنا برشا بعدنا وعندها قيمتها. وي تلقى حاشاك الواحد عنده 5000 أمية على مواقع التهافت الاجتماعي. أي ما يعرف على أرض الواقع منهم كان ربع. صحيح ولكن هك ماذا بينا نفيقوا على وضعنا من الوضع الاختير هذايا وردوا بالنا على صغارنا من هالعالم الافتراضي هكا وفاتح. صحيح صحيح وطابة طابة كان مرقف نشر واحنا صحيح. يا ذنوبي كان جينا الصابة هكا بي نختموا بما انك مدير مركز الوطني للاتصال الثقافي نختموا بفيلم انتجوا المركز هو حول حياه الراحله نعمه كانت تعطينا بعجاله. بعجاله هو الشريط الوثائقي انا اسمي تونس هو اخراج معانا في المركز سي كمال بن دخيل وانتاج المركز الوطني الثقافي. حبيناها لمسه ولمسه وفاء وتم عرضه في اكتوبر بتصفيه الذكرى الاولى لوفاتها. ولكن الشريط هذا مازال حي وقاعد يشارك في محافل دوليه خاطر خدمناه بطريقه فيها شويه فيكسيون. تلقاني انا كخيط رابط معنا سي شكري باصومي الحيي اللي هو حقق في المعلومات اللي وفيها شهاده حيه كما هشام درويش نجل الراحله كما سي نور الدين صمود الله يرحمه مشينا صورنا معاه وخذينا شهادته مع مختلف اللي عاشروا السيده نعمه الله يرحمه. في الدوره هذه نتاع مهرجان سور الدولي للافلام القصيره في لبنان يشارك انا اسمي تونس نهار 14 مارس باش يكون العرض ان شاء الله. وبالحق هي فرصة باش تكون تلاقح تجارب إن شاء الله. وإن شاء الله يكون شكراً من الفايزين في شكرا لك هشام درويش بارك الله فيك. نتلاقاو إن شاء الله مرة جاية في حكاية درويش للجالية. بعد قليل صنعة بلادي مع رجل عيدي نمشيو فقرة مصورة معرض السياحة في اليوم ثم نواصلوا تفضل. Bonjour à
tous. Du coup, nous, on organise des raids automobiles essentiellement, mais aussi en 4x4. On fait notamment la Tunisie, qui est une super destination. L'année dernière, on a eu la chance de pouvoir y retourner, puisqu'on y a été pendant 10 ans. Et donc, c'était notre grand retour. Ça a été très apprécié. Et voilà, on fait des raids, que ce soit... on ne fait pas essentiellement de la route, on fait vraiment que de la piste et notamment du sable. Donc on va dans la passe de Biban, le Xarguilan, etc. Et voilà, on est ouvert à tous. C'est vraiment un raid où on peut venir avec, que ce soit vos amis, votre famille. Enfin voilà, on est ouvert à tous. Et le principal, c'est convivialité, émotion et profiter. Voilà. والله الحمد لله عندنا اقبال لهنا شويه تاع الجناح التونسي ويحبوا يشوفوا الصناعه التقليديه. وكما تعرف يعني الخدمه هذه ما عادش موجوده برشا، ومالوروزمون يعني لي زارتيزون الكبار ديجا يعني هما اللي قاعدوا والصغار ما تعلموهاش، فهمتني؟ والحمد لله يعني انا نخدموا شويه والحمد لله وبرا ونوريو صوره البلاد خارج الوطن الحمد لله. Le rallye Alissa, c'est un rallye de régularité pour les femmes. Donc c'est un rallye qui se fait sur route. C'est un rallye où on mêle la compétition avec tout ce qui est visite du pays, la découverte de la Tunisie. Nous passons le nouvel an sur place, donc en Tunisie. Donc pour nous, Français, Européens, c'est très avantageux de passer le nouvel an au soleil. Les maris peuvent également vous accompagner puisqu'ils peuvent être accompagnateurs. Ils ne pourront pas conduire sur les étapes, mais par contre, ils pourront conduire dans tout ce qui est relais, dans tout ce qui est convoi. مرحبا بكم. إذا نواصلوا كالعادة مع صنعة بلادي بإمضاء رجل عيادي. أكيد أهلا وسهلا، مرحبا بك رجل. صباح الخير، أهلا وسهلا. كالعادة بلبستنا الحلوة مريول فضيلة، حاجات مزيانة برشا. احنا بيانتو 16 مارس يوم الوطني للصناعه التقليديه ولباس الوطن، ماذا بينا كل يوم راهو مش كيف الاحتفالات كهوا. ايوي، رحب كيفي ضيفتنا مدام فايزه اللومي، حرفيه مبتكره في حياكه الكروشيه. مرحبا بك فايزه، نورتنا بوجودك لله. شكرا. لاكتواليتي ايش فما جديد؟ لاكتواليتي والله انا باش نبدا بال 8 مارس بيسكو سي لا جورني انترناسيونال دي دوا دو لا فام. ايوا، ونحب نوجه تحيه بمناسبه العيد السنوي نتاع المراه، تحيه للمراه الحرفيه المبدعه والمثابره لما اثبتته من وعي مسؤولية والتزام، خاصة خلال أزمة جائحة الكورونا. أيه. وما قامت من موقعها من دور في المحافظة على المهن التقليدية من الاندثار والعمل على تطويرها، فضلا عن المحافظة على مورد رزق نتاعها. سا سي بوغ بارلي دو لا ديمونسيون ايكونوميك سوسيال اي كولتوريل. وفريمون تحية لها، إن شاء الله المرأة ديما منورة. إن شاء الله. تو نمشيو للاحتفال بيوم الصناعة التقليدية واللباس الوطني. الاحتفالات كما قلنا في كل الجهات. أي. ننطلقوا من بنزرت. بنزرت من 15 ل 18 بفضاء دار الثقافة الشيخ إدريس، مدخل بنزرت. هناك معرض، كونوا في المول لتشجيع الحرفيين والاطلاع على خصوصيات الجهة. برينتون دو كرياتور دو 11 و 13 مارس. كيف كيف هذوما معارض ماذا بينا كان نزوروهم، خاطر فيهم ديما اكتشافات وتشجيع الحرفيين. الاسباس دو لوتيكا، المعرض هذا مفتوح من 9:30 لل 8:30 نتاع الليل، اورغانيزي با روتاري كلوب تونس نوتر دام. نمشيو للدندن زاد كيف كيف، هي من الصناعات التقليديه واللباس الوطني. باش يكون زاد كيف كيف بدا من 11 الى 16 مارس. كونوا في الموعد. نابل كما قلنا حكينا عليه قبل، من 9 الى 20 مارس. الانطلاق الرسمي نتاع المعرض هذا كان البارح، دونك لمده 10 ايام في معرض فضاء معرض نابل.
عروض ومهارات يدويه باش نجموا يطلعوا عليها الزوار. نمشيو لقابس جمعية الهدف، زاد كيف كيف معرض بفضاء المندوبية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية من 14 إلى 18. تو نمشيو الأطفال، وما أدراك ما الأطفال اللي هم بنفسهم راهم باش يحتفلوا باليوم هذا. يناموا كيفاش في المدارس نتاعهم بداوا يلبسوا في اللباس التقليدي. ثم تظاهرة صناعة التقليدية بعيون أطفالنا، ورشة حول الطين والخزف بالمعهد بالمتحف الأثري والإيكونوغرافي أيام 11 و12 و13 مارس معناتها حتى الغدويكا. وفي الأخير إسباس صدفة اللي هو كل مرة يعطي فرصة للأطفال باش يزيدوا يمارسوا مهن حرفية حول طريزة التل أتولي دو بغودغي باش يكون غدوة 13 من 10 الماضي ساعة. من خلالك رجاء باش نقول الكلمة في دقيقة ميم با، حكينا على الأطفال وحكينا على ليزاتولي، بالله نداء للروضات والليغارد والمدارس اليوم هذا اللي تحتفلوا به ويلبسوا اللبسة المزيانة الصغيرات صحيح، وحنا تلقانا نجري ونكري لهم وكل، يا ريت نطوروها أكثر، يا ريت نعملوا ورشات حية، يا ريت نعرفوهم على 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 لبستنا وعلى تقاليدنا وكيفاش حاجات، يا ريت نهزوا نقوموا بهم بزيارات للقريات هذوما الحرفيه، يا ريت نطوروا منها الحكايه، هي نقعدوش في اطار نحطوا شويه موزيكا عربي ونلبسوا لبسه اوكي هي مبادره مزيانه، لكن خلينا نعرفوا الصغيرات شنو نخليهم يحبوا اكثر ولا يعملوا حاجات غاديكا سيغ بلاس في المدرسه في الروضه علاش لا تبدا هي مناسبه حلوه برشا. وهذه فرصه مش حتى في اليوم هذا، حتى على مدار السنه خليهم يثقفوهم يفهموا وش معناها لبسه في زيارات لبعض الفضاءات نتاع الحرفيين للدور الصناعات التقليديه علاش لا اي علاش لا وندمجوا ان شاء الله في التعليم احنا نقولوا كسوا في الابتدائي ولا حتى عند رياض الاطفال وغير في كل الاعمار الكل ندرجوا لو تيم دو لارتيزانا اي دي ترافو مانويل في كنا نعملوها وقصوها ما نعرفش على يديو هكا لا مدام فايزه عصامية التكوين مرحبا بيك يعيشك خلينا ناخذوا فكره على المنتوج نتاعك وعلى خدمتك قداش عندك في الدومين والكروشيه مازال مطلوب ولا ما عادش الكروشيه مازال مطلوب وبالكروشيه تنجم تعمل برشا حاجات حلوين معناتها اللبسه لعب حاجات ديكور كل شيء بون الكروشيه ما عنديش برشا الحقيقه انا نحب كل شيء حاجه معموله باليد معناتها والمغرومه ياسر ملي انا صغيره نحب نخيط روبا للعروسه نتاعي امي كانت خياطه عندنا ماكينه سانجير قديمه هذيك ومعناتها وصلت موهبتي في النوادي وقتها كنا صغار نعملوا نوادي الاطفال في المدرسه كنا نتعلموا انا اول مره شديت الابره نتاع كروشيه في المدرسه صحيح سنه رابعه ابتدائي نتفكرها حتى انا صحيح كانوا موجوده في المدارس كانت عندنا معلمه كانت عندنا معلمه كل نهار باربع عشية تقول لنا جيبوا حاجات من الدار مدام سعاد توجه لها تحيه وتقول لنا جيبوا حاجات ونعملوا مره سله مره ورد مره حاجات علمتنا كيفاش نشدوا الابره وبعديك خليتها لهذيك ومشيت عملت حاجات اخرين وخدمت وكل مي ديما انا في الدار نحب نعمل حاجات نحب ما نجيبش نقعد قاعده نحب ديما نعمل حاجات بيديا عملت لاول مره البانتور معناتها الرسم والحاجات كان ديكور وبعد مشيت للكروشيه خاطر الحنين قاعده تدغدغ فيها نحب انا نحب نقول حاجه واحده انه راهو الصغار كما تو انت قلت نحب ياسر الاولياء نتاعهم يشجعوهم انهم يعملوا حاجات معناتها بيديهم حاجات يتعلموها يشوفوا غرامهم وين في الرسم في اي حاجه اللي هي تنجم تنمي لهم هذيك الغرام نتاعهم اي خاطر هذيك راهو ينجم يستغلوا انه يولي مورد رزق صحيح ويوصلوا برشا حاجات خاطر تو الحاجات المصنوعه باليد مطلوبه برشا عالميا تلقى ماركات عالميه مصنوعه باليد هذوما الحقائب اللي كيما نعمل فيهم انا راني نشوف فيهم في الانترنت ياسر مطلوبين حاجات ايكولوجيك كيما تو هذايا بالجوت وكل شيء تعمل بهم حاجات راهم مطلوبين ياسر ياسر يحبوهم يزينوا بهم في النزل في برشا بقايا معناتها تلقاهم نشوفوا شويه ونحب زاده ان معناتها الاطفال اللي طول النهار تلقاهم في يدهم التليفون بالانترنت يتعلموا يلعبوا معناتها العاب واحد هذوكم الكل راهم مش باش ينفعوهم في حتى شيء بالعكس يضيعوا لهم وقتهم صحيح ويعملوا لهم ادمان خايب الورك انت بالانترنت تنجم تتعلم برشا حاجه انا راني تعلمت بالانترنت
اوكي كل شيء موجود في الغرام نتاع خليف انا مغرومه هو الغرام راهي حاجه زيد عاونها هذيك حاجه بازيك انك تكون أي. مغروم لكن راهو اي حاجه تلقاها في الانترنت شو ما احليهم شوف في تلقى كل شيء في الانترنت أي. تتعلم تتعلم الكروشيه من اول وحتى الاخر معناتها المس صعيب مش تبدا بشويه بشويه حتى تتعلم الاصعب خاطر هما ثم دي نيفو في الكروشيه هو هذيك هو اللي وانا كل شيء اللي يسحقوا في الدار نقود ديجا كل شيء انا عندي اللبسه والديكور والالعاب وكل كل شيء هي ربيت بشويه وبعد طورت هي عندها المثابره وعندها ديفي كما يقولوا اي تحدي كبير تحدي. اي اي انا في الاول بديت باغ دي بتيت شوز ولكن بعد بديت بشويه بشويه افيك دي بتي زيسي طورت المنتوج نتاعها وتوا في باكستان نحكي انا وهي تقول لي مدام سر النجاح نتاعها هي الجوده والمثابره وحب العمل نتاعي قل لي كي تبدا قطعه مانيش راضي عليها انا ما نجمش نقدمها للحريف نتاعي وهذا شيء هام هذا نقولوا للحرفيين الكل راهو الجوده تخليك انك تضمن ترويج المنتوج نتاعك وتقدم منتوج في المستوى معناتها في المستوى وثم حاجه هامه هي تقول لك تو مثلا مطلوب البر عالميه بالحق تو تسكي خباي مانويل كسوا في اوروبا ولا في كندا ولا غيره هي تقول عندها اطفال اولادها اللي عايشين في كندا قالوا لها ثم مارشي كبير برشا باش تولي هي بنفسها تفتح امكانيه ان تروج المنتوج نتاعها في الخارج في كندا خاطر غاديك احنا التراث نتاعنا حفظنا عليه وقاعدين نطوروا فيه بالديزاين وبالابتكار وكل شيء هما فقدوا الاشياء هذوما دونك منتوجات بالقيمه هذه وغاليين البرا غاليين غاليين برشا معناتها كي تشوف عروسه صحيح. بالاتقان هذه بالجماليه حتى كي باش تهدي هديه مخيش حاجه مخدومه باليد وفيها برشا محبه وفيها برشا ذوق تنجم تفتح لك افاق كبيره راهو ويجي نقول لك الكروشيه ولا اي حاجه مخدومه باليد لو كان يعطيونا انا ما نعرفش نحب نوجه نداء للدوله ان تحل لنا شويه انه نعملوا كونتون دو فيز ولا اي حاجه خاطر هذيك تخليك تجم تبيع لبرا ياسر مطلوبين هو حتى تبيع للتيتو معناتها كيفاش الطريقه هذيك تجم تبيعها هذيك منتوج هذيك نفسها تجم تبيعها لو سافوار فير هذيك في بالك فما حتى اللي البرا يدرسوا اون ليني أي. يدرسوا كيفاش تتم العمليه حاجات كيفاش تتم صناعتها ويدخلوا فلوس كما قالت يدخلوا فلوس اي وحتى تو مجانا تو نقولوا انا راني تعلمت كل شيء في اليوتيوب بالانترنت كل شيء موجود دو ا جوسكا زد والاطفال ديما نركز عليها اي صحيح بالله خليهم صغاركم يتعلموا شوفوا غرامهم وين وتلوج لهم انت راه باللغات الكل انا مشيت حتى للغات الصينيه معناتها تعلمت اني كيف لوجت وقيت وليت نمشي كل مره من نيفو نيفو معناتها حتى لين وصلت اني معناتها يتسمى انا مرحله متقدمه يتسمى في الكروشيه تطورت منتوج وتطورت نفسك وتطورت وعملت كرياسيون تاعي انا ما احليهم حاجات مزيانه برشا حاجات نستعملوها في الدار ما احليها كيفاش تبيع تو احنا ديما كيفاش البيوع يقول لك المشكل الكبير نتاعي هو الترويج هي مش حكينا على نقطة الترويج هي بالنسبة لها في كلمة لو تسمح فيزا أي تفضل نقطة الترويج أنا نروج بالإنترنت أنا عندي في معناتها صفحة على الفيسبوك اللي سهل برشا الحكاية وبتونسي زاد صفحة بتونسي عرفتني برشا عباد خاطر هي تبارك الله فيها معناتها مشتركين برشا أي وقت اللي نحط حاجة في بتونسي تبارك الله الفيزيبيليتي تكون كبيرة واضح شكرا ليك فايزة نورتنا بوجودك يعطيك الصحة رجاء شكرا ليك صناعة بلادي كل أسبوع مع أهلا تونس مرة أخرى إن شاء الله كل عام المرأة التونسية حية بألف ألف خير بوسة كبيرة للنساء التوانسة وزميلاتي في التلفزة التونسية وخاصة برنامج أهلا تونس تلقاو الأسبوع القادم مع زميلتي ندى إلى اللقاء